عملية سيدي، عندنا هاي سيد الصدر، هاي صورة الخطبة الجمعة شوف هاي الناس، هاي سيدي التقارير كاملة راح تطلع علي إن شاء الله اليوم سيدي. صدر هذا سيدي اسمه مصطفى، وهذا سيدي مرتضى مؤمل، سيدي هذا اسمه مقتدى. نعم سيدي هذا اسمه مقتدى. هاي سيدي بسيدنا علي، هاي احد الضباط لقتلنا صورة عندنا، هذا سيدي كلش مراح، وهذا سيدي هذا الشيخ. نعم سيدي، وهذا لابس عمامة سوداء، هذا ابن سيدي. هاي سيدي ما ادري ايش قدمونا، شو كتابات سيدي من قدم لي ما وهاي سيدي نفس المكان سيدي سيدنا علي، شوف العالم سيدي بالالاف وراه الاف سيدي صلى الله عليه. هاي سيدي شوفها، شوف سيدي هنا أنا. هاي من رجوزة العهد مسويدة، عهدا اليك ابا الليوث الاربعة، سنسير خلفك كالسيوف المشرعة، فأقم بنا رجالك لا تهاب الخيضعة، جعجع بإسرائيل كل الجعجعة، وأذق عتاد الغرب هول الرادعة، من حملة كبرى كوقع الزوبعة، فاليوم يومك ليس يوم الهاجعة. سيدي لنا أخذ صور هنا تقارير كاملة سيدي، تقارير الضباط طبعا إذا بقيت الحياة، وأما إذا لم تبقى الحياة وهذا أمر متوقع في أي نفس وفي أي يوم، فأسألكم الفاتحة والدعاء وشيء آخر رئيسي، وهو أن تحافظوا على دينكم ومذهبكم، ولا تدعوا هذا الزرع الذي حصدتموه بفضل الله سبحانه وتعالى أن يضيع وأن يجف، لا حافظوا عليه. طبعا ان شاء الله ان الشجاعة موجودة والوعي موجود، والدين بذمتكم والمذهب بذمتكم، لا ينبغي التفريط فيه ولا بقليل ولا بكثير. انا لست مهما بوجهي ولا بيدي ولا بعيني، وانما الشيء المهم هو دين الله ومذهب امير المؤمنين سلام الله عليه.